اهلا بكم في هذا الفيديو. راح نتعرف كيفيه اكتشاف كلمه المرور الخاصه في الواي فاي المتصل به. تابعونا. اهلا بكم من جديد. حتى نكتشف الواي فاي لابد انه نطبق خطوتين. الخطوه الاولى هي اظهار الباركود الخاصه بها الواي فاي من خلال ان نظهر برده الهاتف، وطبعا نذهب الى الواي فاي ومن ثم نضغط على الضوط الخاصه بالشبكه المتصل بها، ومن ثم نضغط على كيو ار باركود. نعمل سكرين شوت للباركود حتى نكتشفه من خلال برنامج قراءه الباركود. طبعا ننزل برنامج قارئ الباركود حتى نقرا الباركود الخاص بالواي فاي، وطبعا هذا البرنامج متوفر في سوق بلاي اي برنامج قارئ الباركود، وطبعا سيتم ارفاق هذا البرنامج في صندوق الوصف. نفتح هذا البرنامج. طبعا حتى نقرا الباركود الخاص نذهب الى الاستوديو، هذه المنطقه، وطبعا نختار الباركود الخاص بالواي فاي. طبعا مثل ما نلاحظ انه تم قراءه الباركود، وطبعا هذا هو الباسورد خاص بالواي فاي المتصل به.